عمر عماد، عمر عمر جاوب لنا السؤالين هما ايه واف. لا لا انا مش شايفه ايدين دلوقتي، انا حاطه بتاع شايفه اسامي بس. تقدرش تعمل ماشي. لا هكمل انا معاك. ايه ما تقدرش تعمل هيوج بارتس في ماشي صح. ايه ما تقدرش تعمل احجام كبيره. ايه ما تقدرش تعمل كل انواع المعادن تصبها في الداي كاستنج. تمام. ايه عندك مشكله انك انت الشيب هيفضل ثابت، الكوست بتاع الداي، كل القصه اللي قالها دي ماشي. طيب إيه صح القصه يعني اللي بعديها. الله يبارك. ماشي يا عمر تسلم، شكرا. تاخد لنا واحد كمان يا عمر. الفلرنج صح شاطر. طيب خش بقى يا احمد يا عبد الفتاح. هيبقى تاني واحد ده هيبقى ستانلس ستيل. ثواني مش شايف. صح ماشي شاطرين اهو. طيب خش على اللي بعدين. دي واحدة اجيب لك سؤال. كمل. بعد كده هيبقى 0.01 اللي هي نمبر كام؟ ثلاثة اللي هي تشوز انهي، اي ولا بي ولا سي؟ سي. سي ماشي. اللي بعديها سيكشن كام يا عبد الفتاح؟ 34 مع عمر؟ ماشي. فور هي ايه؟ فورة تبقى بي. فور هتبقى لا حول ولا قوة الا بالله. نمبر فور نمبر فور لا تبقى اللي بتاعت اللي تشيزل ماشي. من تشيزل مالها تبقى سي. بس يا بس يا بس يا احمد. انا عايز اجاوب. مين اللي عايز يجاوب؟ ادهم ادهم جاوب يا ادهم. السكشن كام لا يا ادهم؟ بتشيزل وفي ادهم غيرك في 17. السكشن؟ في ادهم غيرك في انا السكشن؟ مندوب عن السكشن هنا عندنا. لا مش لا على مش السكشن عارف بقى في حد دول. عشان ما اكتبش اسمك كده. ادهم محمد ادهم ادهم محمد سنين مفيش غيري في السكشن. خلاص ماشي. قول يا ادهم جاوب بقى بقية الاسئلة اللي تحت كلها. ماشي. أربعة أول خمسة واحدة تشيزل هتبقى A cutting tool. شاطر. أول attribute ثانية واحدة high toughness شاطر. و the best method to produce a centrifugal casting. شاطر. Feasibility material to return shape after applied load. ثانية واحدة elasticity. شاطر تمام شكرا يا ده. ماشي طيب نجيب حد تاني. بنات بقى فين؟ مايا ولا ميرنا ولا مش عارفة مين؟ مفيش بنات. كان خلينا فير شوية يعني عشان جبتكوا كلكوا في الأول. يارا مقفول عليها المايك. لا يارا مفتوح لها. يارا أيمن. طب هما اللي عايز يجاوب يرفع ايديه ولا يعني يفتح المايك ويجاوب؟ مفيش ولا بنت. مروة. مروة مقفول لها. ثواني افتح لها. أنا ممكن أجاوب يا دكتور. ماشي يا يارا جاوب. فتحت المروة كمان. يارا سيكشن كام يا يارا؟ أول 22. يارا أيمن سيكشن 22. أيوة يارا جاوب. أول واحدة هتبقى الفورجينج. تمام. أو المفروض كلوز داي فورجين عشان قلت جوا داي، بس أنت مش قادرة تفهمي هي أوكي. أوبن داي ولا كلوز داي، هي فورجين. ماشي تمام. بالظبط. ماشي اللي بعديها تبقى كاستنج. ما سمعتش. كاستنج يا دكتور. كاستنج بس ولا حاجة؟ مولد. لا هتبقى اسمه ايه permanent die casting. تمام او داي كاست. ماشي طيب شكرا يا مروة. تحبي تقولي الرسمة اللي تحتيها كمان بالمرة؟ انا يا رأي يا دكتور. بس يا مش رأي ممكن اجاز.
دي ممكن تبقى بالتيرنينج، تيرنينج ماشين او اللي هي وود ليث ماشين. تمام تمام طيب خش يا مروه بقى. مروه ايه؟ مروه مش فاكره مروه مين، هي راحت فين مروه؟ هي راحت فين؟ مش مفيش مروه. طب حد عايز ايه؟ نعم السؤال بتاع الرسمة ده ممكن يبقى ornament machine تنفع ولا لأ؟ بس ده مين ده؟ ادم؟ لا محمود انا بسأل بس. اسكت ما تلخبطليش. مين؟ خلاص غلط يعني. غلط طبعا. نجيب سلمى، بلاش مروة، مروة اختفت اول ما قلت لها اختفت. قولي يا سلمى. سلمى رجب. هو ايه عنده ال highest strength؟ سلمى رجب سيكشن كام يا سلمى؟ 31. ماشي الهاي سترينث هو ايه؟ صح ماشي. والريدنج خلاص خليك يبقى معانا. خد لك رايتين كمين، دي واحده اجيب لك واحده من ودي النموذج اللي بعده. يلا دوبلنا يا سلمى. الكاست اير اول واحده او ما تبص شويه حلوين. اي وبي ها هتبقى ايه وبي؟ شاطر تمام. واللي بعديها هتبقى اول واحده. شاطر دي واحده كمان. كفايه ماشي. اسال نجيب حد تاني. نجيب في هو انتوا كده كان بنت جاوبت بتاعتين. نجيب حد ولاد بقى. ثواني ممكن اجاوب انا يا دكتور؟ في ناس رفع ايديها وما جاوبتش خالص. انا رفع ايدي بس ماشي خلاص. استنى يا محمود. محمد احمد سمير. ايوه يا دكتور. اتفضل احمد سمير. سيكشن كام يعني؟ 34. برضه سيكشن عمر. ماشي اتفضل جاوب. هسيب اللو دينستي. ال وفور 0.01 اللي هي نمبر دي اخر واحده. تمام واللي بعديها هو يعني ايميتيشن يعني حاجه توقفك او تحدك، يعني اكتر حاجه بتحدك لما تيجي تختار انك انت تعمل ميتال باتشن. لا مش لا ثانية واحدة. السؤال نيجاتيف. السؤال نيجاتيف يعني انت لو في حاجات من اللي تحت دي تمنعك انك تختار الميتاليك باترن، بقول لك ايه بقى اللي مش ليميتيشن، يعني ايه اللي ما يمنعكش؟ ايه اللي ما يمنعنيش ان انا اختار الميتاليك باترن؟ يعني ايه الحاجة اللي مش ماشية مع الميتاليك باترن؟ ثواني بس هو بيتجاوب. سي سي صح، لان انا اعمل رف سيرفس ما بيطلعش. رف سيرفس الميتاليك باترن بيديني سموث سيرفس. كمل يا محمد. يا محمد اكستروجن. تمام اكستروجن تمام. تجاوبت كده ثلاثة. طب شكرا ماشي. مين بقى اللي بتقول دكتور؟ خش يا دكتور. حل إيريني حنة. مفيش إيريني؟ هي في حد بتتكلم بس أنا مش عارفة يعني. مع حضرتك يا دكتور. اتفضلي يا إيريني. سيكشن كام يا إيريني؟ 30. ماشي. هو ممكن أول تشوك ريزيستنت يعني إيه؟ أتشرحها لنا ولا بتسأليني أقولها لك؟ لا بسأل حضرتك أتأكد يعني. تشوك ريزيستنت إن أنت يكون عندك حاجة وتديها صدمة تخبطيها فمقاومتها للصدمة. يبقى بي للصدمة. فاكرة اللي أنا شرحته في الماتيريال؟ فاكرة تمام خلاص. الثلاث بتاعات إيه علاقتها بالكوندكتيفيتي؟ حرام عليكي. يبقى سي تمام. معلش ده خشي بقى اللي تحتيني. سيبك من الأولانية دي عشان جاوبت. خش على نمبر بي. بتستعمل من الألمونيوم ممكن وبالإكستروجن.
يعني من الألومنيوم بالإكسترودجن. تمام ماشي، اللي بعديه جاوبناه، سيبك منه، خش على سي دي. دي دي أجاوب نمبر دي جاوبناها برضه، جاوبناها جاوبناها، خش على ايه. هي تقريبا ال ثانية واحدة، الهارنس تقريبا. الهارنس ماشي كويس. هتقولي حاجة كمان؟ تمام. دي الانفستمنت كاستنج. الانفستمنت كاستنج صح، ماشي شكرا شكرا يا ريم. ماشي نجيب اللي بعدي. وفاء، لا نجيب بقى، هما كلهم بنات كتروا كده ليه؟ ما هو برضه هما عايزين يجاوبوا، الولاد هيزعلوا كترتوا قوي، هما كل اللي موجودين دلوقتي. طب معلش ناخد حد في النص كده، كريم مثلا، وبعدين هلاقيك والله هتشوفوا مكان. خش يا كريم. كريم وليد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. سيكشن كام يا كريم؟ 35. ماشي يا وليد. هو مفيش حد هنا 351؟ ايوه عايزين يذاكروا. اتفضل يا كريم. اتفضل. يعني ايه انجوتس؟ مين؟ الاخر كلمه في الاول في ما خدتش إيه؟ معايا في الفورمينج وانا بقول لك الانجوت بتاعتي او السلاب او البلت داخله ما بين مش عارفه ايه، فتقوم تتعمل ببروسيس اسمه كذا. انا متعود على الاسماء التانيه. طب اقرا كده، طب اقرا السؤال كده واعرف. سيبك من كلمه انجوت. soft metal can be produced by. معدن، جبت لك كتله من كتله معدن، تبقى ايه بقى؟ تبقى رولينج. ايوه فلات رولينج، مش صعبه يعني. طيب خش على اللي بعديه. In a process in which polymer is forced to... ده سهله، ده اكستروجن. ما ينفعش انجكشن يعني؟ لا ينفع. خلينا نفكر تاني. ماشي شكرا يا وليد. انت جاوبت كام واحد كده؟ اثنين بس. اخد اللي بعده. اثنين بس. خش على اللي بعده. يلا يا كريم. انا هقول اسم المشين. هتقول اسم المشين؟ مش هي بلانر؟ خلاص. سليم المادة. طيب نجيب حد من زمالك. شكرا يا كريم. ممكن اجاوب يا دكتور؟ مين؟ محمود عصام. قول يا محمود، انت جاوبتش قبل كده. قول. السؤال اللي هو كان واقف عنده ده 30 هتبقى وود اورنمنت. شاطر. ماشي اللي تحتيه. هاي توفنس هيبقى بي. تمام. والرسمه طبعا خلاص متشكلين يا محمود، شكرا. تحب تقول حاجه في اللي بعدي؟ خش على السؤال الاول. لا دي قلناها خلاص. اجاوب انا. خش على تو نمبر تو. ديب دروينج. تمام ماشي شكرا. كفايه يا محمد، نجيب لحد تاني. جورج رفع ايده وما حدش شايفاه. خش يا جورج ايهاب. تمام. سيكشن 34. بس هو واضح النهارده ال 34 ل 20 ل 30 قصدي 20 بتاع ده ل 30. اتفضل يا جورج جاوب. نمبر 3 وبعد كده نط على نمبر 5 وبعد كده على نمبر 6. طيب أول واحدة ده كان سكيل وبعدين كان ركيز. هتبقى دي. نعم نمبر 3 تبقى دي. حرام عليك حرام عليك وربنا، ده الفيرنير ولا الميكرومتر. خلاص بابي. مش سامع. بي
بي صح بوينت 1 ماشي. نط اللي بعديه خش على 5. Materials are left to some castle or something. Spanish sauce of fire, reproduction rate. احنا بقى عايزين نوقف التسجيل لان احنا كده ايه كتير قوي عن تحميل الناس مش مهم. ها كمل. High production rate. 5C. Number 5, which is following the advantages of sand casting over die casting. انت بتقول sand casting over die casting. Sand casting over die casting. تبقى larger parts. شاطر. تمام. عايز تقول اللي بعديها ولا ايه؟ اوكي ماشي. دي open by forcing. The matter is constrained. two directions. In open die forging, the metal is constrained in two directions. والله ممكن اتنين. مش المفروض انها بيبقى constrained في ال up و down. لا up و down ده اتجاه واحد. up و down طب اوكي على فكرة هو one او two. لا one او two في بعض الحالات لما يكون عندي حاجة فيها round فبي restrict in two directions. فالصح اللي هو دي. وش اللي بعدي؟ Discuss the composite material. لا عشان كده انا reinforced concrete. Reinforced concrete ماشي. شكرا يا جورج. نجيب بقى وفاء نجاوب سؤال حتى معلش عشان نلحق لان احنا كده الريت بتاعنا بواطي. وفاء طارق أيوة. سكشن كام يا وفاء؟ 20. ماشي. 29. 29 مش عندي 20. خش على ايه؟ لسه ما حضرتك يا دكتور. كومبليت ايه؟ نمبر ايه؟ ما هو انا صوتي اصلا تعبان يعني حميد ربنا انك سامعاه بالعافيه. ممكن اعمله بالظبط. بالسيم جوينت ماشي. طيب وخش على نمبر سي. بالرولينج. لا لا كده كده يعني نخنقك. التيوبس مش مجمعة دلوقتي بس هو في دماغي الرولينج. لا لا وانا بيتحلل في ثلاثة رول وبلفه. ايوه اسمها رولينج اسمها 3 رول بيندينج ماشين. ماشي الرولينج ده اللي بيعمل سكشن اللي بيعمل فلات شيتس الحاجات اللي انت بتقوليها دي. ماشي شكرا يا وفاء. ليلى. ليلى ليلى اسمعي سكشن كام يا ليلى؟ 30. ايه اللي بيعمل البلاستيك بوتس؟ الحقن والاكستروجن. ايوه الحقن اسمه انجكشن وكده الانجكشن ما يعملش بوتلز. مين اللي يعمل بوتلز؟ يا واحده احنا مش فيش دقيقه احنا خلصنا من شويه بدري المفروض خلصت يعني. طب جاوب اللي بعديه وسيب ده. دكتور من فضلك احنا في الاسئله اللي سبناها ممكن حضرتك تجاوبيها في الاخر؟ لا مفيش اسئله سبناها هي اتجاوبت اصلا انا سبتها عشان هي اتكررت اصلا. هي ادهم ولا يا محمود؟ ادهم ولا محمود؟ سؤال ادهم الادفانتج من الديس ادفانتج اللي هو اللي سالت فيه في اول واحد خالص ده ما جاوبناش عليه. والله قلته انا جاوبته. ما جاوبتوش؟ ما جاوبتيش يا دكتور. لا انا حاضر من الاول والله مفكر. طب والله حاضر خلص ده وهرد عليك. انا والله مفكره كان هي مين اصلا. ماشي هو عمر جاوب لحضرتك يا ما انا بقول كده انا فاكره ان في حد جاوب. لا أنا هو قال هو قال لو برايس وما قالش الثانيه قصدي هاي برايس هاي كوست وما قالش الثانيه.
لا انا فاكره ان قلنا لما جينا قلنا ان في ليميتيشن على انواع المعادن اللي انت تعمل صبها، وفي ليميتيشن على السايز والكومبلستي. انا قلت يا مدام والله، خلينا بس نجاوب دي. هتجاوب يا احمد؟ والله انا مركز مع حضرتك. ماشي معلش، يمكن النت فصل واحنا بتكلم. احمد يا مجدي مش هتجاوب؟ نجيب حد يجاوب. اني واحده دي السنتريفيكال. ماشي تمام يا احمد، خد الصورة اللي تحتي. يلا ده هيتعمل على انهي مكان؟ ممكن حضرتك الصورة بس تنزل شوية عشان السؤال مش كامل كده. كده باينة؟ باينة يا دكتور. دي واحدة هي ديت سيكنس ماشين. لا حول ولا قوة إلا بالله. احمد اقفل يا احمد، اقفل اقفل بقى دلوقتي، نجيب حد تاني. تسنين حاضر يا مصطفى، هاخدك بعدين. اسمها مين؟ تسنين. تسنين احمد. ايوه يا دكتور محمد. جاوبي يا تسنين، جاوبي السؤال الاول اللي فوق اللي هو بتاع البوتلز، وجاوبي لنا الرسم. السؤال الاولاني ايه بتاع البوتلز ده؟ بلو مولدنج. اسمها انجكشن بلو مولد. ماشي. سكشن كام يا تسنين؟ 25. ماشي يلا عشان بس لازم اخلص الوقت بسرعه. واول رسمه دي اعملها بالبلانر. تسنين تسنين. ايوه حبيبي اسكتي، جاوبتي واحده خلاص. مين اللي كان عايز يجاوب؟ جاوب يا مصطفى. يلا اقول انا دكتوره مصطفى. لا انا احمد. احمد مين؟ مجدي. احمد منصور. محمد منصور ده جديد مش كده؟ اه بس انا حاضر مع حضرتك على طول يعني. انا اقول سكشن كام يا منصور؟ انا سكشن يا لا نسيت سكشن بتاعك كام؟ 28. قول يا ابني جاوب. بانسو. بانسو شاطر. ودي هتبقى 8.82. شاطر تمام، متشكرين قوي يا منصور. ماشي طبعا الرسمه دي سهله لان عندكم اصلا في المحاضره. تمام. مين بقى؟ مين تاني ما جاوبش؟ تسنيم فتحنا لها ما ردتش. احمد مجدي في ايدين تاني مرفوع. احمد سعد. لا احمد اشرف جاوب. احمد اشرف بنقفل عليه. ماشي اتفضل يا احمد يا اشرف. ولا شكلي طيرته برضه مش عارف. احمد اشرف سكشن كام يا احمد يا اشرف؟ 351. برافو حلو قوي 351. جاوب يا احمد بسرعه بقى قول عشان انا كده بالفعل اتاخرت معاك قوي. الاولاني كارفادي اسمين دي ميتا. عم شايف سؤال بس دكتور. طيب عارف مين ده؟ تجاوب ال تجاوب ده اللي هو نمبر سي؟ زي ما يجر. مش عايز تجاوب؟ طيب خلاص يا احمد شكرا شكرا. مين عايز يجاوب يقول لي اسمه؟ انا ممكن اجاوب. مين؟ وليد. وليد سكشن 28. ماشي اتفضل يا وليد جاوب الاولاني. كاستا ايرون. بس 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 يولي جاوب اللي تحت، جاوب النمبر 3 وسيبك من الاولين. جاوب سي الايرون والكربون. لا لا طب جاوب اللي تحتي يا ولي، جاوب اللي تحت. جاوب ابريشن او تو بروديوس سيركلر شيب باي ميتاليك مش عارفه ايه شيت باي بانش اند داي. ده ابريشن اسمه ايه؟ سنترفوجال كاستنج. ها؟ سنترفوجال كاستنج. لا 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 غلط يا مني. خد بقى نمبر اللي بعديه اللي هو ميكانيكال بروبرتي واقفل على كده. الهاردنس. ماشي ولا يعني ماشي ماشي تمام شكرا يا وليد. نجيب حد تاني. مين هيجاوب معانا بسرعه على الثلاثه اللي فوق؟ دكتور ممكن اجاوب انا؟ دكتور بس حضرتك نت عليا والمايك كان بايظ. مفيش مشكله في المايك. والله مفيش مشكله مفيش مشكله. جاوب يا احمد اشرف لو عايز.
ماشي. الكار بودي هتبقى الومنيوم وديب دروينج. انت بتاع 351 سيكشن 351 سيكشن سيكشن 30 اللي هو مين اللي بيجاوب دلوقتي؟ احمد ناصر. سيكشن كام؟ 30. ماشي احمد اشرف برضو. طيب ماشي اتفضل. كار بودي الومنيوم وديب دروينج. بس بس سيبولي عن السؤال ده. جاوب اللي جاوب نمبر 3. نمبر 3 اللي هو الكروميوم والتنجستن و المين اكتر واحد اكتر واحد 10. لا انتوا مؤلفين انتوا مؤلفين في الاجابات انا عارف. فاكر اللون يعني اللي بعديها اللي هي البيرسينج. بعمل سيركلر شيب مش هولز. سيركلر شيب اللي هي الاكستروجن اللي هي بس شكرا يا اشرف. شكرا شكرا يا اشرف. جاوب يا دكتور. مين بقى اللي عايز حد يجاوب بسرعه عشان انا كده كتير قوي. حسام. مين حسام؟ حسام ايه؟ حسام احمد سكشن 32. احمد سكشن 32. اتفضل يا حسام. ابدا بالسيركيولا ولا بالكار؟ الكار تقريبا بلاك اير ولما تتخدش بلاك اير اللون البلاك اير بلاك اير البروسيس شيت ميتال ورك وكبر ماشي ينفع عليه. السيركيولر بتبقى بالسيري روج شيت وعملته سيرك قطعته سيركيولر شيت عملته دايره. ايوه دوت بالسيري روج. انت شايف بقيت السؤال ايه؟ Reduced by bunch and die. Blanking يا دكتور. مين اللي بيجاوب؟ ادهم. يا ادهم انت وقال لنا طبعا انت اللي جاوبتش قبل كده. انا هو انا بيرسينج. لا طبعا انا واخد الشكل الدائري يبقى بيرسينج. ادهم انت جاوبت قبل كده صح؟ جاوبت قبل كده. سيكشن كام؟ 24. جاوبت ثلاث اسئله ورا. ماشي كفايه ادهم ما تجاوبش تاني. وطالما انا كتبت الدائره هتبقى بيرسينج صح؟ لا اسكت الله يديك هي بلانكينج. ارجع راجع معلوماتك ماشي. طيب اللي فوق الكربادينا قلتها والميكانيكال جوينينج قلناها قبل كده. مين بقى عايز يجاوب معانا بسرعه دول ونخلص؟ مريم. مريم في مريم هنا اختفت. مريم عايز يجيب مريم. طب هبه يجيب هبه. جاوبي هبه. هبه مين؟ سكشن رولينج. ايوه مع حضرتك سكشن رولينج. ماشي هبه. هبه سكشن كام؟ 34. في هبه تانية غيرك؟ طبعا لا ما اعتقدش. هبه ماشي هبه. كملي هبه كملي خلينا نخلص. اجاوب تاني واحد. ايوه بسرعة. reinforced concrete. شاطر. 3 شيزل. هقولها شيزل. طب خش على نمبر 4 و 5 قلناهم قبل كده. كلوز داي فورجين من اي اتجاه اللي هو نمبر 6 اتجاه واحد. كلوز داي فورجين ايوه اما بقفل عليها ببقى ضغطه من فوق ومن تحت ومن شويه تبقى 2 مثلا تبقى 3 يا ماما. تقفل عليها من كل حته. عندك ثلاث اتجاهات اكس واي وزي. اوكي كونسترايند انا ما خدتش بالي سوري. ماشي طب خش بقى اللي بعديها. انجكشن مولدنج. انجكشن مولدنج. شكرا يا هبه. طيب حد تاني بقى الاولاني اللي فوق ده قلناه البليت نمبر بي. مين يقول لنا الاجابه دي؟ يلا بسرعه عشان عايز اخلص. حد عايز يجاوب؟ طيب البلد دي اكستروجن والحاجات دي والتيرنينج والقرايه دي 56. كام ثواني كده 56.5. خلاص كده بس خلاص شكرا انا جاوبت لكم كل حاجه. طيب تمام الكلام اللي انا قلناه لو سمحتوا اللي هو حكايه الناس تاخد دبس معاها الامتحان والناس تحل لو سمحتوا الاسئله مش لازقه في بعضيها. كل سؤال اسمه كويشن مثلا 1 في صفحتين قدام بعض كويشن 2 في صفحتين قدام بعض.
وممكن يبقوا اكتر بس يبقوا ورا بعضيهم ما يلزقوش في بعض، الاسئله ما تبقاش لازقه في بعضيها.